بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نكمل النهاردة حل كتاب ميرسي، المراجعة والامتحانات الصف الأول الثانوي والفصل الدرس الثاني. نبدأ من الامتحان الأول، وزي ما ربنا يسر لنا الحل نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان الأول بيقول لي بونجور مسيو بهاء، بونجور ميكو بن اي ميكو بن، صباح الخير زملائي وزميلاتي، جمهي بغزنتي وقدم نفسي جي موبايل، انا اسمي زياد السعيد او سعيد، جي سوي افيك فو، انا معكم ام بريمير، اني في سنة اولى ثانوي جي تيدي، انا ادرس 7 مواد، جي سوي فو، انا قوي في الفرنساوي قال انني جي ام بكو، احب جدا مسيو بهاء، مون كوزن ابن عمي، عم فصلة جيان جراند فامي، عندي أسرة كبيرة من بير أبي، عنده دو فيم زوجتي سوها و قمر، جسوي لفس ابن من الأولى يبقى ابن سوها، أنا عندي أخت وسبع أخوات صبيان، ما سير أختي صابل اسمها رضوى، إلي بروفيسور إنها مدرسة دانست كل في هذه المدرسة، إلي جروند إنها طويلة ورشيقة، زياد يكون ابن مدام سوا، ضل فامي في أسرة زياد إليا يوجد هو زياد وعنده أخت أدي 2 وسبع إخوات أدي 9، يبقى نف الأسرة 9، وارجع تاني الأب 10 والأمين أدي كده 11. يبقى أونز سيد كلاس هذا الفصل يكون بو لي الجرسون سلمو الأولاد فقط، لا هو أولاد وبنات عشان زملائي وزميلاتي، بهاء يكون نقط ابن عم زياد لكوزين، بونسوا بابا صباح الخير، مساء الخير يا بابا، وجودوا اليوم انه اول يوم لي في المدرسة، مولو سي مدرسة تكون كبيرة جدا، إليا يوجد 33 فصل، دو ترين دو سبور، ملعبين رياضيين، جيميناس صالة ألعاب، دو كوزين، دو بسين، حمامين سباحة، أنسي دي مركز وثائق معلوماتي، أنسيل فمطعم. تولو بروفيسير كل المدرسين يكونوا سيم رائعين، جي أكو عندي حصة، 7 حصص باغجور يوميا، لاركري الفسحة تكون في الظهيرة، بندون لاركري أثناء الفسحة. جيت جنيه أنا الغدا في المطعم افيك مي كمرد مع زميل زملاء دانر مي، هذه الوثيقة تكون ايميل ولا فورمولا سكولير شكل مدرسي او بطاقة مدرسية ولا كارت سكولير بطاقة مدرسية ولا ديالوج حوار، ما فيش قدامي غير ايميل دي اللي تنفع، ضل تكست في النص ان المين تتكلم عن سول نسي مدرستها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ضلوا لوسي في المدرسة عن طوف نجد دو بسين 2 حمام سباحة، في الفسحة نرمين تذهب إلى سيلف سيرفيس إلى المطعم، تونا مي زميلك تي ديماند يطلب منك لاير ساعة لا ريكراسيون الفسحة، هو هيقول متى تبدأ الفسحة، متى تبدأ الفسحة، زميلك يطلب منك ساعة الفسحة، هو هيقول متى تبدأ الحصة، الفسحة إنها متى دي 1، فأي ساعة تكون الفسحة أدي 2، تونا مي زميلك تي ديماند يطلب منك وصف لا فيزيك منظر أمك، أنت هتقول إنها برون إنها سمراء أدي 1، إلي منس إنها رشيقة أدي 2، تي باغلا تتكلم عن أوقات فراغك، أنت هتقول أنا أسمع ديلا موزيك أسمع موسيقى أدي 1 وأنا ألعب سلة أدي 2، تي ديكريان تصف للونيت نضارة تا جرام مير جدتك، أنت هتقول النضارة جمع مؤنث الصوت بتي الصوت نوار، اخد الاثنين دهم، انها صغيرة وانها سوداء، سيني صومبا فيرب اتر لا يتأثر بالنفي، واللي وراه جمع يبقى اخد دي، سارة تذهب الى مدرسة، المدرسة مفرد مذكر اخد صوم، اللغات جمع مؤنث اخد كل التالت، انه لو مجازين انه مجلة، المجلة مفرد مذكر اخد من، الأورولوجي الساعة بتاعت توم إنها ساعته، الساعة مفرد مؤنث بس نبدأ بحرف متحرك
اخد صوم تعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية. ده اللي خلاص الفصل ان يا بعض نفي اخد يا اما دي او يا دي ابصرف اخد دي او. ليكور الحصص تبدأ الساعات، الساعات كلها بتاخد حرف الجر اه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كم بيان دي فرير، كم من اخوة عندك؟ هقول له جي ان عندي دو فرير اخي. ما يكون شكل تمبير ابوك؟ هقول له لي جروند انه طويل. عمر تأمير أمك؟ هقوله هي عندها 40 سنة. تكلم عن أنشطتك المفضلة، هتقوله جي إم أنا أحب لير قراءة لي رومان الروايات إيلي ليفر والكتب. جي إم أنا أحب جوي ألعب أو فوتبول كرة قدم. مي لكن جيني امبا انا لا احب بعد تو زي ما جبها لي اطلاقا لو تنس التنس. اديني اتكلمت عن الميول. الامتحان التاني بيقول لي بونجور صباح الخير جمع بين انا اسمي جون لوكاس اجوردوي اليوم انه مرضي الثلاثاء سيس وبيغ انه رائع. انا عندي 5 حصص واحدة انجليزي حصتين رياضيات حصة علوم الحياة والأرض وحصة فرنساوي. أنا أحب مدرس الفرنساوي مسيو بيير إلي سيمبا إنه رائع ومثالي. جياتر واكور عندي 3 حصص فرنساوي برسو من أسبوعين طول غندر دي كل جمعة. أنا عندي ميعاد مع منى مي صديقي بول في النادي. هو قال مسيو بيير يكون لو بروفيسور دي جون. جون عنده يوم الثلاثاء. هو قال الثلاثاء أنا عندي 5 حصص يبقى 5 كو. الثلاثاء جون ليس عنده، هو عنده فرنسا ورياضة وإنجليزي وتربية بدنية، ما عندوش تربية بدنية. لو فندورديك جمعة اون رينديفو عندهم معاد في النادي يبقى بول ولوكاس. بول ولوكاس الأخرانيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. القطعة التانية بيقول لي سلو سلام جومابيل أنا اسمي أليكس أنا أكون فرنسي أنا أسكن في باريس أفيك من أونكل مع أمي مع عمي لكن ما فامي أسرتي تسكن في مارسيليا. جي سوي بلوند أنا طايح أنا أشقر ورشيق. جي إم لي لونج أحب اللغات الإنجليزي والفرنساوي وأنا أكره الرسم. أنا عندي صديق مصري اسمه أمير هو يلعب سلة إنه طويل وجميل. هو يسكن في الإسكندرية وعنده شعر نوار أسود هو يحب سي بروفيسور مدرسين وده أليكس. أليكس يسكن في باريس. أمير عنده شعر أسود بنوار الأولاني. أمير لا يكون صغير أو قصير. أخذ الأخرانية. أليكس لا يحب لود سن الرسم. تي دومان أن تطلب من زميلك بركوالي ماذا ويذهب إلى الباطن وميدان التزلج. هو هيقول بور فير دو باتان أجلس لكي أعمل تزلج على الجليد بور براتيكي لكي أمارس لوباتيناج التزلج. تي دومون أن تطلب من تون أمي من زميلك أين يذهب في العطلة. هو هيقول أنا أبقى في حجرتي تنفع أنا أذهب إلى الريف تنفع. تي دومون أن تطلب من تون أمي من زميلك سن فيزيك منظره. أنت هتقول له أي لون كيف هو يكون ما تكون شخصيتك ما يكون منظرك وما اسمك. أدي واحد كيف هو يكون ما يكون لون عيونك. ادي 2 هو ما نفعتش. تو بارلا انت تتكلم عن تونن بالويد توم بجدول مواعيدك لو مرضي الثلاثاء. انت هتقول انا عندي 2 ساعتين رياضيات ادي 1 انا عندي كيمياء يوم الاثنين لا انا عندي 6 حصص ادي 2 اخدها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انها مجلتي المجله مفرد مذكر اخد من الاولانيه. الساعة بتاعت توم انها ساعة احنا قلنا الساعة مفرد ايه مؤنث بس مكتوبة حرف متحرك وتوم معاه صن صاصي اخد صن. في الفصل ان يابا لا يوجد ده نفي اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف اخد دي او. الحصص تبدا الساعات، الساعة تبدا ايه الساعة تنتهي، الساعة بتاخد حرف الجر، الساعات بتاخد حرف الجر اه يبقى دي مع الساعات. سيني سون با ده فيرب اتر لا يتأثر بالنفي وادي معلومات جمع اخد دي الاخرانية لسه الاسئلة دي متكررة. سارة تذهب إلى مدرستها أخذنا صنة عشان مفرد مذكر. اللغات جمع مؤنث أخذ كلتين.
ما يكون عمر جدك كيف هو يكون هو يمارس أي رياضة؟ هقول هو عنده 50 سنة، خلاها 60، 60 سنة. هو يكون بلوند أشقر. هو براتيك يمارس لو تنس. تكلم عن المدرسة، خدنا وصف المدرسة قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده في الكتاب ده. تعال نحل مع بعض الامتحان التالت. بقول بونجور، صباح الخير جوموبيل، جي سوي، انا اكون ان نوفو كمرات زميل جديد في الفصل. جوموبيل عادل، انا اسمي عادل، جي ان، عندي 15 سنة، انا عندي اسرة صغيرة، ابي مدرس فرنساوي، امي طبيبة، ليه برون انها سمراء ورشيقة، انا عندي اخت لكن انا ليس عندي اخوات. في النص عادل يقدم نفسه ويقدم أسرته. أخذ رقم سي. لما ياخدوا عادل، أم عادل تعمل فيه، هو قال طبيبة، يبقى في مستشفى. عادل عنده انسير أخت. لا فاميدي عادل سي كومبوزي، أسرة عادل تتكون من كاتر برسون 4 أشخاص. أفيفو فوتر كل، أتحبون أو ميفو، أتحبون مدرستكم؟ خالد محمد 16 سنة بيقول مدرستي تكون سيمبا رائعة، ليكور الحصص تكون انترسين ممتعة، المدرسين رائعين في المدرسة، أنا أحب الخميس لأنني عندي حصتين تربية بدنية. مروة مختار 15 سنة بتقول في المدرسة يوجد كثير من الأشياء، أنا عندي 7 حصص برجور يوميا، أنا عندي كثير من الواجبات في الصباح في المنزل. النيابة، لا يوجد ترين، ملعب رياضي، سينمو فقط، ان بتتكو، حوش صغير للفسحة، جينيمبا، انا لا احب هذا. احمد ياسر بيقول لا جونيس كل يوم المدرسي سي اي جينيال، انه رائع اثناء اوقات الفراغ، قوم في نعمل كثير من الانشطه، بار نتكلم مع المدرسين ونتصفح على الانترنت. لوبيردو مروه، ابو مروه، هي قالت ماشي. صابيل اسمه، هي مروه مختار، يبقى اخد كلمه مختار. لدوكامول وثيقة تكون إن كنت بحث على ليلوسي المدرسة. ضل لوسي في مدرسة مروة، إليا يوجد في مدرسة مروة، قالت يوجد سلمو فقط، بتيت كور دي ريكريسيون، حوش صغير للفسحة، أخد رقم سي. أحمد عنده، تعال ندور على أحمد، عنده 17 سنة، يبقى دي الست الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي دومان، ان تطلب من زميلك سونسبور بريفري رياضته المفضلة، انت هتقول اي رياضة تفضل انت. ادي واحد، ادور ما تكون رياضتك المفضلة، اخد رقم دي. تي باغلا، نتكلم عن طافمي اسرتك، انت هتقول الي جروند، انها كبيرة، وهتقول يوجد 6 اشخاص، اخد رقم دي. تي باغلا، تكلم عن انشطتك بنضول ويكند اثناء العطلة، انت هتقول جي جو، انا العب في الحديقة، ادي واحد، وانا اسبح في حمام السباحة، ادي اتنين. تي دومان، تطلب من زميلك دي ديكرير وصف سون جران بير جدو، هو هيقول الي ابريب، هو عنده لحية، ادي واحد، وهو سامستاش شنبه يكون بلونك ابيض. مارك يذهب إلى البحر، البحر مؤنث، أخذ ألا. إليه كلير، الساعة مفرد مؤنث، أخذ كل التانية. ميكو بين زملائي صمت، يكون الزملاء جمع مذكر، أخذ ذو عضلات الأولانية. فوزات أون فاكانس، تكون في الأجازة، قال له في يوليو، يبقى كيف، متى، لماذا، أين، خدنا متى. أون فاكانس في الأجازة، ما فامي أسرتي تذهب إلى الإسكندرية، الأسرة مفرد، أخذ فا. كل جو نو، انه معها سم، اي يوم نكون. القطط تكون جولي، الى جولي، انها قطتها، القطط دي جولي معها 3 صفات ملكية، سون سا سي، والقطط جمع خد سي. تكلم عن منظرك، اين تذهب في الاجازة، كم الاخوة عندك، لسه كاتبينها، نكمل الامتحان اللي جاي، الامتحان الرابع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. صف فصلك خدناه قبل كده في الحلقات اللي هي قبل كده في الكتاب ده. تعال نخش الامتحان الرابع. من مجدي بيقول بونجور، صباح الخير، أين تذهب؟ قال له صباح الخير يا مجدي، أنا ذاهب إلى النادي، وأنت؟ قال له أنا ذاهب إلى السينما مع أسرتي. ده مجدي.
في أي ساعة تذهب إلى السينما للساعة 3 بعد الظهر؟ مجدي وسامي أونت عندهم أو يكونوا أصدقاء، دي ضمير. سامي يحب الذهاب إلى النادي. مجدي يذهب إلى السينما الساعة 15. مجدي يذهب إلى السينما مع صفا مي مع أسرته. سالو لورا، أهلا يا لورا. جوموبيل هدى، أنا اسمي هدى، أنا عندي 16 سنة. جي سوي بون، أنا سمراء. أنا عاشق، أنا أعزف على الجيتار لكن أنا أكره الرياضة. جو بار لبي، أنا أتكلم جيدا فرنساوي لكن جيني بار لبا، أنا لا أتكلم إنجليزي. أنا أذهب المدرسة كل أيام ما عدا الجمعة والسبت، ده هدى اللي بتتكلم. هدى تذهب المدرسة كم يوم في الأسبوع؟ هتبقى 5 أيام. سانك جو بار سومين، 5 أيام في الأسبوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هذا الإيميل هدى تقدم نفسها، أخذ الأولانية. هدى تفضل لو فرنسي الفرنساوي. هدى تكون بنت برون سمراء الأخرانية. في دمان، أن تطلب من تونامي من زميلك سونن بالويدي توم بجدول مواعيده في المدرسة. أنت هتقول له كلمة يا ريما تفضل، أنت عندك كيمياء وجردوي اليوم، أدي سؤال، أدي واحد، كم من الحصص عندك؟ أدي 2. تونامي زميلك تي دومون دي يطلب منك افيك كوا، بماذا أنت تأكل؟ أنت هتقول افيك لو دنت بالأسنان، أدي واحد، افيك لا بوش بالفم، أدي 2. تي دومون تطلب من زميلك لاير ساعة الامتحان، هو هيقول لك إنه بعد الفسحة، أدي واحد، أنا عندي امتحانين، أنا أكون في الميعاد، إنه أول حصة، أدي 2. تونا مين زميلك في دمام يطلب منك إنه ما زال القصة المصورة، أنت هتقول إنه كتاب فيه ديزن رسومات، أدي 1، وإنها قصة بور لازم فول للأطفال، أدي 2. الفونت أو تواليت يذهبون للحمام، الحمام جامع، خد أول لأخرني. إيه التوقيت بتاع أون؟ أن معاها توكيد اللي هو نو، ركز فيه كويس جدا. جون يعمل حفلة عنده، إليه ولا عنده ولا منه ولا معاه؟ يبقى عنده، يبقى في البيت. فورنوتير سكولير، الأدوات عموما جمع مؤنث، آخد كلمة كل الأولانية بتاعت الجمع المؤنث. الفو معاها نهاية. أنتم نقط رياضيات ومثلثاء، تحبون تكونون عندكم، أنتم عندكم رياضات رياضيات يوم الثلاثاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جوليان اتولد في شهر، احنا خدنا تعبير على بعض، اسمه اوم واندو، يا اما دي او يا دي ابوستروف، يبقى فاضل لي ايه في الجمله دي؟ قال لك فاضل لك الاو بس، خدها. يكون المسطره، قال له انها الى لي، الى من؟ يبقى خد اكي الثالثه. كيف يكون جدك لسه واخدينه شكله منظره في العطله؟ تكلم عن جدول مواعيدك يوم الاثنين، احنا خدنا جدول مواعيد قبل كده، تعال نحل الامتحان الخامس. من أرثر بيقول له سالو موناميس، أهلا يا صديقي، تي فا لاي كول لولون دي، تذهب المدرسة يوم الاثنين؟ قال له نعم، أنا عندي، أنا أحب يوم الاثنين. قال له لماذا؟ قال له أنا عندي ساعتين رياضيات، ماشي، وساعة اس في تي علوم الحياة والأرض، سي اس وباغي النهر، بيحب الرياضيات وعلوم الحياة والأرض. قال له أنا لا أحب علوم الحياة والأرض، أنا أفضل الأرت بلاستيك عن الرسم. تي فا أو سيلف، أنت تذهب إلى المطعم في الظهيرة؟ قال له لا، أنا آكل في الفصل مع مونكو بين زميلي تي. يوم الاثنين ليو عنده حصتين، هو قال حصتين رياضيات، يبقى دي ماس رياضيات الأخرانية. أرثر بيكره علوم الحياة والأرض، مادة واحدة هو اللي قالها. في الظهيرة أرثر بيأكل في الفصل، يأخذ الغداء مع صديقه تيو، يبقى مع تيو، أدور، يبقى أرثر بيأكل مع تيو، عنده في الحوش في الفصل، يبقى في الفصل، آخد رقم دي الأخرانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تيو وأرثر يكونوا دوكو بين زملاء زميلين. سالو جوليا، أهلا يا جوليا، جي تي برزنتي، أقدم لك ما فامي أسرتي. جيام فرير، عندي أخ وأخت، أخويا اسمه إيريك، هو عنده 10 سنين، هو يكون برون أسمر وسوريان وبشوش. الأدوغلي ماس، هو يعشق الرياضيات. ماسير أختي ماريا عندها 20 سنة، هي تكون برون شقراء وديناميك ونشيطة. مومبير أبي عنده 50 سنة، هو يكون مدرس كيمياء. أمي عندها 45، هي تكون شقراء وخجولة، هي تكون صحفية في مجلة أدو بلو، اسم المجلة تاكو بين زميلاتي كلورو.
لورا تكون ايه لماريا، تعال ندور على ماريا اختها، يبقى لا سي. لو بيردو لورا ابو لورا عنده، هو عارف ابو لورا عنده 50 سنة، يبقى سون كونت. La mère de Laura travaille، تعمل فيه، قالت أمي تكون إنها صحفية، بتعمل فيه جورنال، في جريدة. La famille de Laura se compose، تتكون من، تعال نخش مع بعض، الأب والأم. أمي تكون شقراء، هي تكون صحفية. طيب نرجع تاني للأسرة، أنا عندي أخ وأخت، دي كده هيبقى 3 و2 5، يبقى 5 بيرسون. تي دوماند، ان تطلب من زميلك كوند الفا متى يذهب الى المركز الوثائق والمعلومات، هو هيقول لك ابريل ريكريسيون، بعد الفسحه دي واحد، ويسي ايه انه جرى صفحه الانترنت انها في الظهيره، يبقى انها في الظهيره ادي 2. تي تروف، انت تجد ديستيلو، قلم في الفصل، انت هتقول سي اكي، انه الى من، ادي 1، وهذا القلم بتاع مين، ادي 2. تونا مي زميلك تي دوموند، يطلب منك لاير ساعة كور حصة التربية البدنية، هو هيقول حصة التربية البدنية انها في اي ساعة، دي 1، و كم بياند اير، كم من الساعات انت تحب حصة التربية البدنية، حصة التربية البدنية انها ماذا، هو عايز الساعة، كم من الساعات انت عندك تربية بدنية، انت تحب حصة التربية البدنية، اي الايام عندك تربية بدنية، التربية البدنية في أي ساعة، دي 1، التربية البدنية إنها مقوامة زلق، المفروض كان شال كلمة قوادة وحط كلمة كونت، يا إما كم من الساعات عندك تربية بدنية، هقول له أنا عندي 2 ساعة آخد دي وخلاص، مع إن هي دي اللي صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي دومون، أن تطلب من تونا مين من زميلك لويك إند، العطلة في فرنسا، أنت هتقول له أي يوم تكون العطلة، دي 1، ممكن اقول له العطله سي اي كل جور، انها في اي يوم، ادي 2. اي لو سي دي، مركز الوثائق لو سي دي، الاسطوانه تكون، قال له الى دانيال، يبقى الى من تكون الاسطوانه، اخد الاولانيه. سون لي ماجازين، انها المجلات بتاعت ليو، المجلات جمع مذكر، اخد بريفري الاولانيه الاخيره، هو على اكسون واس، دي جمع مذكر، جمع مؤنث، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مفضله. ركة المضرب، المضرب مفرد مؤنث، اخد كل التالتة. هنا فيه جو، يبقى معاه كلمة اسي، اخد موا، يبقى موا اسي، انا ايضا انا اعشق لوبيدي القصص المصورة. ده لا كلاس في الفصل، النيابة لا يوجد نافي، في حالة النفي اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف، اخد دي او. ليكو كومونس، الحصص تبدأ او الحصة تبدأ، الساعات قلنا بتاخد حرف الجر، اه. نظلون، نحن نذهب إلى البحر، البحر مؤنث، آخد ألا. متى تكون أنت تكون في أجازة، أقول له جي سوي، أنا أكون أون فاكونس، في أجازة، أون التي في الصيف. أين تذهب، أقول له جي فا، أنا أذهب ألا مير، إلى أو إلى الإسكندرية، يا إما إلى البحر يا إما الإسكندرية، مع من، هقول له جي فا، أنا أذهب أفيك مع ما فامي، أسرتي. تكلمك عن يومك المدرسي، احنا خدناه قبل كده، يلا نحل مع بعض الامتحان اللي جاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الامتحان السادس بيقول لي جوموبيل، انا اسمي شادي، انا عندي 16 سنة ونصف، انا احب الرسم، لكن انا اعشق الاسبور، الرياضة والموسيقى. مشيفو، شعري يكون نور اسود، وعيوني تكون فير خضراء. أنا عندي أخت كبيرة، هي عندها شعر شتانك اصطناعي وأنها تخينة. أنا عندي أيضا أخ، هو يكون منس رشيق وديناميك رشيد. شادي عنده 16 سنة ونصف. طيب نختاره يبقى 15 سنة، 17 سنة، 14، 16. مش عارف أحسبها 16 ولا 17، وسؤال ما يتحطش بالطريقة دي. لشيفو، شعر شادي يكون، الشعر بتاع شادي، هو انا عندي شعر اسود، اسود يبقى نوار. لا فاميدو، شادي، اسرة شادي تتكون من، هو شادي عنده اخت وعنده
اخ، وهو يبقى 3 و2 5، يبقى سان كبرسون. لو فرير دي شادي اخو شادي لا يكون جروس صدخين، هو رشيق. شير نيكولا عزيزي نيكولا. جيفا لوسين عزب الى مدرسه ماري كوري بتاعت البنات. مي بروفيسور مدرسية يكون سيمبا رائعين. ما كلاس فصلي يكون سوبر رائع وكبير. في فصلي اليا يوجد انتي ني سبورة تفاعلية اوردناتير كمبيوتر يين جلوب تروستر وكرة ارضية. مي النيابة لا يوجد ارولوج ساعة. انا احب ما كلاس فصلي ومدرسية تنمي صديقتك ميتيلدا. في النص ميتيلدا تصف ساكلاس فصلها. في الفصل أمنية غوف بقى نجد هو في سبورة تفاعلية وفي كمبيوتر وفي كرة أرضية، ما فيش كلمة أورولوج ساعة. بيقولك نيكولا وماتيلدا، نيكولا وماتيلدا يكونوا دو أمي صديقين. تاخد الأخرانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماتيلدا يمكن يكون عندها 16 سنة الأولانية عشان بتروح المدرسة الثانوية. زميلك تي دوماند يطلب منك كومبيان ديكور كم من الحصص انت عندك لو مردي يوم الثلاثاء. انت هتقول انا عندي 6 حصص اجور دوي اليوم، يوجد 6 حصص لو مردي الثلاثاء ادي واحد، وهتقول له الباقي لا ما ينفعش، يبقى اخد التانية. تي دي كرين تصف منظر تا جرام مير جدتك، انت هتقول انها سمراء ادي واحد، وهي عندها شعر بلونك ابيض ادي اتنين. تيدمان أن تطلب من تونامي من زميلك سيل وزير أوقات فراغ، وهو هيقول أنا ألعب ألعاب فيديو أدي واحد، أنا أعزف على الموسيقى أدي اتنين. تيدمان أن تطلب من تونامي من زميلك سون لوي مكانه المثالي في الفاكانس في الأجازة، أنت هتقول له أين تذهب في الأجازة أدي واحد، اكل لوي في اي مكان تذهب في الاجازه ادي اتنين. ممبير ابي عنده عيون، احنا قلنا مع بعض ان الشعر والعيون قبل مذكر اخد فير الاولاني. جو ريغارد لا تلفزيون، انا اشاهد التلفزيون في المنزل، المنزل مؤنث اخد الا. سيمون كوبين انه زميلي جي فا او سي دي، انا اذهب الى مركز الوثائق والمعلومات افيك الزميل مذكر اخد لوي معه معي معك معها خدنا معها. جي في او كلوب، انا اذهب النادي كل الايام، الايام جمع مذكر، ادور على واحده دول جمع مذكر، قال لك تو التالت. ماكو بن زميلتي عندها عيون، لسه واخدتها جمع مذكر اخد مارون، تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. هي تذهب الى الصيدليه، الصيدليه مؤنث اخد الا. حصص انت عندك اليوم، هقول له كم من الحصص، انا واحده في دول كم من الحصص، قال لك كومبيان دول اخرانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما يكون منظرك؟ لماذا تذهب لحمام السباحه؟ هقول له بور ناجير لكي اسبح. احنا خدنا المنظر قبل كده. اين تذهب في الاجازه الاسكندريه؟ تكلم عن صفتك المفضله اثناء العطله، خدناها قبل كده. امتحان السابع بيقول لي الأجندة دي كريم، أجندة كريم بور لو مرضي للثلاثاء، وحطت الأجندة عنده، تعال نحل على طول. يوم 3 مايو كريم عنده امتحان، تعال ندور في هنا امتحان فرنساوي، يبقى رو فرنسي. الجملة اللي جاية لو مرضي الثلاثاء كريم عنده تاريخ، أدور على التاريخ الساعة 9 أني فير. الحصة الرابعة هو عنده ادي فرنساوي انجليزي رسم رياضة رسم، باخد رسم. في الظهيرة اللي هي الساعة 12 ده فسحة، بيتغدى في المطعم مع زملائه، هو يتغدى او سيلف سيرفيس في المطعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل اسبوع اي رياضة تفضلون؟ صحفي كوستونيس طرح هذا السؤال على التلاميذ، وها هي وجهات النظر. عادل في سنة أولى قال كوم تولو جن مثل كل الشباب من عمري، جي بريفير أنا أفضل كرة القدم، جي في أستاذ أذهب للأستاذ لكي أشاهد لي ماتش مباريات كرة القدم. منى في سنة تانية بتقول الأسبوع رياضة تكون أمبيرد تضيع للوقت، أنا ليس عندي وقت أن أذاكر، أنا أحب أن أكون مدرسة مثل أبي. عمر في سنة تانية
السبور انها الرياضة انها كل شيء. الملاكمة تكون مون سبور بريفري رياضته المفضلة. زيو في سنة أولى بتقول التنس ركون رياضة مناسبة للبنات. الميت هي تساعدني على تنظيم لطوم بوقت الدراسة. النص يكون روبورتاج تقرير على السبور بريفري الرياضة المفضلة. عمر يمارس لا بوكس الملاكمة. منى تحب أن تكون مثل سومبير أبوها. الصحفي يعمل بورتاج مع أدي عادل ومنى وعمر وزينة بنتين ولدين أولاد وبنات. تيدمان أن تطلب من زميلك سكيل في ماذا يفعل في الفسحة. هو هيقول أنا ألعب في النادي أسرسل مع الزملاء أدي واحد، أنا آكل في المطعم أدي اتنين. تيم لا موسيقى بتحب الموسيقى. انت هتقول انا اعزف على الجيتار ادي واحد، وانا ابحث عن اواني اسطوانات عمرو دياب ادي اتنين. تون امي زميلك تي دوموند يطلب منك تون فيزيك منظرك. هو هيقول كيف يكون شكلك ادي واحد، ممكن اقول له ما يكون لون عيونك ادي اتنين. تيدمان أن تطلب من زميلك سادات دي نيسانس تاريخ ميلاده. أنت هتقول له عيد ميلادك إنه متى أدي واحد، وأنت تولدت في أي تاريخ أدي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلير الساعة مفرد مؤنث أخذ كل الأولانية. أنشطة جمع مؤنث اكتب عليها أنشطة جمع مؤنث أخذ كل التالتة. إنها ساتروس معلمتها أو معلمته هي تكون له أو لها، يا إما الوي يا إما ال، مفيش غير ديت أخدها. جيكري أنا أكتب باليد، أفيك لامين اليد مؤنث أخد لا. كل التلاميذ، التلاميذ تتمشي جمع مذكر وجمع مؤنث، بس أبسنت غائبات يبقى كل التلميذات غائبات أخد الأولانية بتاعت جمع المؤنث. نو، أعمل فاصلة، إيكوت نهايتها أو، إيه التوكيد اللي مع النو؟ قال لك يا إما نو يا إما أون، طب هنا النهاية أو يبقى أخد أون على طول. لا بغيمي دي بعد الظهر اون فا نذهب او جمناس الى صاله الالعاب اخذ او. اي رياضه تفارس؟ اين تمارس هذه الرياضه؟ كم مره تمارس هذه الرياضه؟ هقول له جوجو انا العب. طبعا في البدايه الناس اللي بتقول انا بكتب في الاول سالو في الاخر او ريفوار زي ما هو جاي. انا العب اوفوت كره قدم. جي براتيك انا امارس سوزبور هذه الرياضة وكلوب في النادي. جي جويه أنا أذهب أو أنا ألعب سانك جور خمس أيام بارسو من أسبوعي. في صف مركز الوثائق والمعلومات بتاع المدرسة خدناها قبل كده في الامتحانات اللي قبل دي. تعال نحل مع بعض الامتحان التام. وليسي في مدرسة صلاح الدين حمدي بيقول له تي ان كور انت عندك حصص فرنساوي؟ كريم قال له نعم انا عندي الساعة 10 صباحا حصة فرنساوي. قال له مدرسة الفرنساوي اليكم وكيف تكون؟ قال له انها مدام جيهان عندها 30 سنة، انها عندها شعر نوار اسود عيون فيرت خضراء كم ومثلي، هي تكون سمراء ورشيقة، انها مدرسة رائعة. قال له بندور ريكريسيون اثناء الفسحه كوفيتي ماذا تفعل؟ قال له جيجو انا العب او تنس يوم الاثنين، انا اذهب الى مركز الوثائق والمعلومات انه مكان المفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيون كريم تكون في خضراء، مدرسه كريم لا تكون تخينه. كريم يذهب الى مركز الوثائق والمعلومات يوم واحد في الاسبوع يوم الاثنين. صلاح الدين تكون اسم لوسي مدرسه ثانوي. سالو مارتين على ان مارتين جي سويزي ليف انا اكون تلميذه في مدرسه النور. جي سوي منس انا رشيقه ورياضيه. جي جو انا العب باسكت سله في ارض الملعب بتاعت المدرسه. انا احب مسيو محمد مدرس التربيه البدنيه. اونز الساعه 11 اي كارت وربع انا اتغدى في المطعم. انا افضل علوم الحياه والارض. يوم الجمعه جيفان اذهب او سينما الى السينما فيك مع كوزين مع بنت عمي ناهد. أنا لا أحب لوتيات المسرح زميلتك صبري.
صابرين تذهب إلى إيه؟ إلى المطعم قبل الظهيرة 11 وربع. صابرين تكره، هي قالت أنا لا أحب المسرح، يبقى له تياتر. مارتين وصابرين يكونوا ديكو بين زميلتين. في هذا الإيميل صابرين تتكلم عن أجازتها، ميولها، زميلاتها، أسرتها، تتكلم عن ميولها. تي ديماند أن تطلب من زميلك لادوية مدة الحصة، هو هيقول إنها إن إير ساعة، وهيقول إلى تستغرق 50 دقيقة. تي ديماند أن تطلب من زميلك لا إير ساعة الساعة، أنت هتقول له تي آل إير أنت تكون عندك ساعة، كلير تيل ما الساعة دي واحد، تي آل إير أنت عندك ساعة، هي دي. إنما دي أنت تكون في أي ساعة، ناخد الاتنين ده هما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تيني ماو شباب يعني انت لا تمشي جيدا، انت هتقول انا عندي الم في الساق ادي واحد، انا عندي الم في الاقدام ادي اتنين. تي ديمان ان تطلب من زميلك لفيزيك منظر سونج رامبير جد، وهو هيقول لك اليجرو انه تخين، هو عنده عيون نوار سوداء ادي اتنين. يكون العنوان كلمة ادريس مفرد مؤنث، اخد كل الاخرانية. يكون هذا الكمبيوتر يكون الى ابوك، قال له نعم هو يقول له. أوبجيه الأشياء جمع مذكر، أخذ كل الأخرانية. المدرسة مفرد مؤنث بس مبدوءة بحرف متحرك، تعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية، أخذ لها صن زي المذكر بالظبط. كومبيان بيجي وراها يا إما دي ويا دي أبصرف، أخذ دي. في مصر أن نحن أن بتساوي الضمير إلا، أخذ دينيل أولانية نتعشى. إنها منسك حقيبتي هي تكون لي، باخد مو الأخرانية. كيف يكون يومك المدرسي؟ هقول له إليه جرون، طبعا هكتب سلو عشان الناس اللي بتقول ما بتكتبهاش ليه، أنا بكتبها هوت بس عشان ما أضيعش وقت. إليه لونج إنه طويل. أي مادة أنت تحب؟ هتقول له جي إم، أنا أحب لا أرب بالعربي. كم الحصص عندك بارجور؟ هتقول له جي انا عندي 6 و7 حصص بارجور يوميا. قدم جدك الوصف، احنا خدناه قبل كده، تعال نحل مع بعض الامتحان التاسع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من جون بيقول صباح الخير منامي صديقي، كسكتي في ماذا تفعل في العطله؟ قال له سلو سلام، انا اذهب الى النادي بتاع الرياضه افيك ميكو بين مع زملائي في المدرسه. قال له في اي ساعه انت تذهب الى النادي؟ قال له في الظهيره. تيفيان افيك موا، انت تاتي معنا لكي نلعب كرة قدم؟ قال له لا، انا اعشق الافلام الرعب، انا اذهب الى السينما مع منكوزين عيال عمي، انا الريفي نصل الساعة 7:30. جون وبول يكونوا دو امي صديقين. بول يقضي سون كونج عطلته، هو قال في النادي وكلوب. جون يذهب إلى السينما لسوا في المساء. جون يحب قضاء العطلة مع جون مع عيال عمه سي كوزين. جومابيل أنا اسمي سارة، أنا أكون مصرية جابت، أنا أسكن في القاهرة أفيك ما بتيت في مي مع أسرتي الصغيرة، أمي أخويا الكبير، أنا ألبس نظارة روج حمراء، أنا أحب كثيرا مولوسي مدرستي، أفضل الفرنساوي في المدرسة، أنا أحب الذهاب إلى مركز الوثائق والمعلومات لكي أتصفح على الإنترنت وأسمع أسطوانات. في المدرسة سارة تفضل، هي قالت أنا أفضل الفرنساوي، لو فرنسي. سارة عندها، هي قالت أخ كبير يبقى أنفرير. ده لا فامي في أسرة سارة إليا يوجد، هو ما جابش سيرة الأب، هي بتقول ما بتيت فامي أسرتي الصغيرة أمي وأخويا الكبير، وهي يبقى تلاتة، يبقى تروا برسون، يبقى ممكن يكون الأب متوفي. سارة تذهب إلى مركز الوثائق والمعلومات بور لكي تتصفح على الإنترنت تأخذ الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي دومان أن تطلب من زميلك ليبغطي أجزاء المدرسة، هو هيقول صالة ألعاب وحوش أدي واحد، فصول ومطعم أدي اتنين. تدكري أنت تصف لا فيزيك منظر تصير أختك، أنت هتقول إلي بلوند إنها شقراء أدي واحد، وهي عندها عيون بنية أدي اتنين.
تنامي زميلك تيدموند يطلب منك العطلة في فرنسا، انت هتقول له انها الاسبوع ينتهي يوم الحد وانها السبت والحد، ادي واحد وانها السبت الاسبوع ينتهي بيوم الحد، ادي اتنين. تيدموند ان تطلب من زميلك سي فاكونس اجازة انشطته في العطلة، انت هتقول له ماذا تفعل في الويك اند، ادي واحد. أي نشاط تعمل في المدرسة؟ أين تقضي العطلة؟ أي يوم عطلة؟ أي رياضة تفضل؟ أخذ أين تقضي العطلة؟ يكون إلى أبسون غائب اليوم، يبقى هقول له من يكون غائب اليوم أخذ دي من ده هنا، هو يكون غائب اليوم، يبقى هقول له لماذا هو يكون غائب اليوم أخذ بوركوا. لو ما فيش ال كنا خدنا كي. سوليفر هذا الكتاب يقول لك، قال له نعم انه كتابي، الكتاب مفرد مذكر اخذ من. سينيبا ده فيرب اتر لا يتاثر بالنفي، وحمام السباحه مؤنث اخذ ان. ماتيغ مواد، المواد جمع مؤنث، ادور على واحده من دول جمع مؤنث، قال لك الاولى. كومبيان بيجي ورايا، اما دي او يا دي ابوستروف اخذ دي او. النضارة بتاعت منى، النضارة جمع مؤنث، تكون أدور على واحدة في دول جمع مؤنث، قالك مارون، تمشي مذكر مؤنث وجمع ومفرد. إيه التوكيد بتاع العلة؟ قالك قول أولاً إيه؟ أونكل كلاس في أي فصل تكون؟ هقول له سالوس في الأول، وطبعاً أون الفار في الآخر، جوسوي أنا أكون أون وأحط واحد مثلاً بي. كيف يكون فصلك؟ هقول له إليه جروند، إنه كبير، إحنا اتكلمنا عن فصل كتير، خلي بالك. في كل الحالات اللي قبل كده. ماذا يوجد في فصلك؟ هقول له يا يوجد ان تي ان اي دي تابل اي دي شيز وكراسي، مقاعد ومنضدات وكراسي. الحمد لله رب العالمين. خدت معاكم الامتحان الاول للامتحان التاسع، باقي لي فيديو واحد بس هلم فيه ال 24 امتحان الموجودين في الكتاب، احنا خدنا منهم تسعه، يفضل لي مثلا 15 ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، في خلال يومين بالظبط هكون منزله، نكون خلصنا كتاب المراجعه بتاع ميرسي. اشوفكم بخير يا رب، اذا كان في العمر بقيه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.